داليا ازيك؟ هاي دكتور بهجت، عامله ايه؟ كويسه، معلش جيت فجأة بس اصل كنت معديه فقلت اجي اطمن على شوكت. اه طبعا طبعا بهجت. ها يلا عايزين نكمل البيس قبل ما شوكت يموت. يموت من الهزار والضحك. يا لهوي ده احنا بنلعب معاه لعب مش طبيعي. تعال اتفضل. اوفد داليا جت لملم. بنلعب معاه لعب وهزار. يا بجد علمك ده بشوش جدا، دمه خفيف وقمر. ايه القنف ده القمر ده؟ انا ما شفتش كده. دمه اجتماعي وبيتكلم مش بيتكلم قوي يعني. هاي سلطان. ازيك يا دال؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ شوكت عامل ايه؟ شوكت ده أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. آه ياه للدرجة دي؟ يا بنتي بسم الله ما شاء الله، ده مؤدب جدا وذكي جدا يا بهجت. لعلمك كمان يا سلطان ده بيسمع الكلام وإفيهاته حاضرة. آه ما شاء الله عليه فظيع. Yeah. وحساس، عارفه يعني هو من نظره واحده يقدر يقرا البني ادم اللي قدامه او الانفد اللي قدامه. وعينيه فيها دفع عجيب. لما تاخديه في حضنك كده نهار ابيض. عارفه ما تسمعي اغنيه لخالد عجاج؟ هو ده. طب انا كنت جايبه له الاكل بتاعه. هو بياكل؟ لا لا نحس. هو عايز يقول لك شوكت لسه متعشي. احنا لسه اكلناه وحميناه بالبلسم ودخله ينام. يلا يا شوكت قول لطنط داليا نايتي 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 شوكت. يلا دخله نايمه بقى وطلع بياكل. شزيتو تعالي لي جايبه لك اكل. ها ده هي هتمشي من هنا وهكمل بيك البست، هتتعجن. ايه ده؟ انت بتكور كده ليه؟ سلطان هو شوكت بيعمل فيك ايه؟ سلطان سلطان طب قاوم قاوم ما تفرطش في حاجة. الأنف اتخرمني وديني مستشفى. حاضر. ايوه جهاز الطوارئ كلموا الاستشاري، احنا في الطريق جايين حالا. هو انت لابس الخوذة ليه؟ خايف من الأنف وهو جوه القفص؟ انا مش خايف من الأنف، انا خايف من السلطان. واضح ان الحاله حرجه جدا، احنا لازم ندخله حالا العنايه المركزه، ولا ايه رايكم يا دكاتره؟ حرجه جدا يا دكتور، احنا محتاجين نسحب منه عينه دم ونبعتها المعمل عشان نحللها، ولا انت ايه رايك يا دكتور؟ لو كده يبقى لازم نتحرك بسرعه. ممكن يا دكتور لو سمحت تفهمني هو ايه بالظبط اللي حصل لشوكت؟ شوكت؟ والله يا مدام انا شايف ان الانفت ده عنده حاله جفاف شديده جدا. انتوا ايه؟ ما كنتوش بتشربوه ميه معدنيه ولا ايه؟ هو بيشرب اصلا؟ نعم بيشرب ميه معدنيه. المشكله مش في حاله الجفاف وبس يا دكتور. ده احنا ممكن دلوقتي نعلق له محاليل وحالته ان شاء الله هتتحسن، بس واضح كده من عينيه دكتور ان عنده حاله بانيك اتاكس. صحيح، وفقدان الثقه التام في البني ادمين اللي حواليه. عجبكم كده؟ هو ده اللي كنتوا بتاخدوا بالكم منه؟ انا ما عملتش حاجه وحياه ربنا هو اللي كان بيعمل. طب ممكن بالراحه عليا عشان انا اللي تعبان وهو اللي جوه دلوقتي في التكييف بيتعمل له تحاليل؟ الانف جاله فشل كلوي. ايه؟ هو طلع عنده كلى؟ تخيل. طبعا كل ده عشان ما كنتوش بتشربوا ولا حتى الميه. بقيتوا بني ادمين انتوا؟ والله العظيم ما كنا نعرف ان هو بيشرب اصلا. انا من بكره هشتري له اللي هو عايزه ومتكفل بكل مصاريف علاجه. بعد ايه؟ شوكت خلاص بيروح. بيروحوا زموا في رقبتكم انتوا الاثنين. طيب اتفضلوا من وشي، اتفضلوا مش عايز اسمع منكم كلمه. هقول لك حاجه بس. خلاص اتفضلوا. خلاص سمعت ايه يا سلطان؟ خلاص تعالى انت علشان ما تعورش حد. ليه ما قلتليش ان الانف ده كائن عدوائي؟ اولا اسمها عدواني،
ثانيا هو مش عدواني ولا حاجه، هو زي ما انت موجوع كده هو كمان موجوع. ايه ده يعني هو الشوك اللي فيه ده برضه غارس فيه هو كمان؟ تخيل بقى امه وهي بتولده. بس يلا بقى ربنا ينتقم منه ضيع ده ليه. بالعكس يا سلطانيه، علمك بقى الانف ده هو اللي هيجيب لك ده ليه. انت قلت له يكلمها في حاجه؟ لا طبعا ما جرؤتش اعمل كده، بس احنا هنلعبها بشكل تاني. ازاي يعني؟ اسمع اللي هقول لك عليه ونفذه بالحرف. داليا ممكن اتكلم معاكي؟ انا عارف اني غلطان وعارف انك مش طايقاني، بس ممكن تديني فرصه اصلح اللي عملته؟ داليا انا قررت اتبرع بكليتي للانفت. انت انسان عظيم يا سلطان. طب حاسب وشي بس براحة، حاسب طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا طبعا كان لازم احضر العمليه مع سلطان عشان ما حدش يقلب حاجه من اعضائه جوه. طب وشوكت؟ شوكت عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا احنا في الاول حاولنا نزرع كليه سلطان جوه الانفد، فطبعا الكليه اكبر بكتير من الانفد طبيعي، فرحنا ناقلين الانفد زرعناه جوه كليه سلطان، فطبعا ما قدرش يتنفس، اتخنق. طبعا مسكين اتخنق من ريشه سلطان، قبر ريحه قبر جوه بعد عنكم يعني. فرحنا مطلعين انفد ورحنا مستأصلين حته صغيره جدا من كليه سلطان، حطيناها في الانفد ورمينا بقى بقيه الكليه في الزباله. اكيد ما حدش هيستفيد بيها يعني. بس هم كويسين الحمد لله دلوقتي وهيخرجوا. ادعوا لهم، ادعوا لهم. الحمد لله على سلامه الانفد الجميل. قلت لك الانفد هيبقى كويس. وفاء اقلعي بقى. وفاء مين؟ عايز داليا. ها داليا من الوفاء انه عايز يشوف داليا. سلطان، سلطان انت كويس؟ تتجوزيني؟ اكيد يا سلطان، ده كفايه ان دم شوكت بقى بيجري في دمك. شفت بقى افكار ازاي بتجمع قلوب؟ بس ابني خسر كليته. بس كسر جثه كامله. الف سلام عليك يا استاذ سلطان، مش كنت تقول كنا جينا وقفنا معاك في العمليه ولا جبنا 2 كيلو استفندي؟ بس بقول لك ايه، وجع ساعه ولا كل ساعه، انت كده خلصت من المؤاخذه. كنت عامل عمليه البواسير كانت ملوداني، كنت اجي اقعد على الكنيف احس بميه نار بتولع. تعبناك والله يا عم الشيخ. طب وليه كلفت نفسك وجيت؟ لا 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 الكلام ده يزعلني بقى، ما تقولش كده معلش. ده اهم زبون عندي، ده دخل ثابت، ده انا لو حاطط وديعه في البنك مش هتجيب لي ريع كده. انجز يا عم الشيخ انجز.
طيب بص، انا المرض بالنسبه لي خط احمر، والمره دي لا هطلب منك ماده ولا هطلب فلوس. بس ليه حلاوتين، حلاوه العمليه وحلاوه الفرح. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. تعالى عروس عشان تمضي.